الراديو 90 90، هواها مصر. موسيقى حي 90 في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90. يا عيني مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وموسيقى حي 90 يعني نفصل بقى بالأخبار والدوشة ووجع الدماغ والحاجات دي، ونسمع بقى شوية مزيكا ونعيش بقى، وخصوصا الموضوع لما بقى لايف كده وناس فنانين بجد ومتعين، وممكن تكون تعرفهم أو ما تعرفهمش وتتعرف عليهم وتدمنهم. أضمن لك إن ده هيبقى انطباعك من حلقة النهاردة. جميزة، الاسم ده يعني بيتردد كده مؤخرا، ويعني سمعناه وكان في جوائز كمان لو تفتكروا الأسبوع اللي فات هدية منهم. خلينا نرحب بيهم. أرحب الأول بالشاعر والملحن الاستاذ ناصر النوبي، منورنا. اهلا بحضرتك، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. مسهرينك ولا سهير؟ عادي، انا بصحى الساعه 2. معلم يعني منور الدنيا كلها. والمطربه الجميله صاحبه الاسم الجميل يم سويلم. ازيك يا يم؟ عامل الحمد لله تمام. كيفك؟ الحمد لله بخير. كله زي الفل. تمام الحمد لله. الجميزه عمرها الفني من 2003 بالزبط. لكن لو جينا نقول يعني عمر حضرتك الفني ما شاء الله، يعني لا يعني ما ينفعش انا اقل من ان انا اتكلم في ده، ويم برضو ما قبل 2003. بس انا حابب ان انتوا تعرفونا بجميزة اكتر، وبعد كده نقلب بقى في الشعر والحاجات التانية. هو بدأ تأسيس الفرقة سنة 2003 تمام بعد ان اصدرت ديواني الاول مراية مية، اونس بيخو دي اقوى بالاسباني. حضرتك اقصري؟ اقصري. تمام. صعيدي. احلى ناس، احلى واجدع مصري. اسمي ناصر النوبي والحمد لله يعني بحب النوبة وحلايب وشلاتين، ومتأثر بمزيكتهم قوي. احنا عاشقين النوبه. كلمه بحب دي كلمه بسيطه يعني. فالجميزه بدات من 2003، بعد كده بدات الاجيال لجميزه. مهرجان SOS كان اول طلعه لينا، وبعد كده توالت المهرجانات المحليه والدوليه. مهرجان الغردقة. طب انا هقول كده سريعا فضل. ولو نسيت حاجة يعني خلينا ناخد من الحفلات: نقابة الصحفيين 2003، نقابة الصحفيين 2008، مهرجان SOS السادس بالحديقة الصينية، المركز الثقافي الاسباني، كلية الاعلام جامعة القاهرة، المركز الثقافي الفرنسي، وكالة الغوري، صندوق التنمية الثقافية، مهرجان مسرح الطفل 2012 ده كان في الغردقة، مهرجان الغردقة الروسي 2014، مهرجان الفنون والثقافة العربية 2013، مهرجان الغردقة الروس الغردقة الروسي لتنشيط السياحة يناير 2014، حفلات مسرح الجمهورية في دار الأوبرا المصرية، وهي حفلات كثيرة: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مهرجان القلعة، ليالي الأسمرات الثقافية، مهرجان الإسكندرية الصيف الدولي. وده على سبيل وده لسه بقوله، ده على سبيل المثال. ونروح لسيد الصاوي بقى، حدث ولا حرج. هو يعني ذكر احنا حاجات نسناها يعني. لا لا ما شاء الله عليك. فاكرها يا فندم ما شاء الله يعني. ربنا يزيد يا رب. ولسه بنحاول يعني بنحاول. ما خلينا في كمان ليفربول 2013 لندن ما شاء الله. تمام. طيب انا اسيب حضرتك تكمل بقى التعريف. بس الجميزة هي شجرة مصرية قديمة تعني ايزيس او حتحورة الام، وهي ام المصريين. وهذه الشجر هي رمز البعث والخلود للمصر القديم. عندما كانت تمر مصر بمراحل الاضمحلال والضعف، يبدأ المصري بالتمسك بجذوره، فيبدأ في صيحة الجميزة أو يلا بينا نمسك في الجذور مرة أخرى. حتحور، فحتحور هي البعث. فالتناص ما بين الشجرة اللي بتعيش أكثر من 1000 سنة، اللي هي بتساوي بالنسبة لي بلد مصر عريقة في الموسيقى منذ سيد درويش وأجيال كبيرة وهكذا. فجميزة اللمة، بمعنى ان احنا بكل اللي بيحصل في حياتنا مش صدفة، احنا في بلد. بالمناسبة الجميزة المدلول السماوي لها هو نجم الشعرة اليمانية، عندما يظهر في مصر يبدأ الفيضان في أعالي النيل. فإذا مفتاح النيل ومفتاح الفيضان يبدأ من إشارة الجميزة أو إيزيس المصرية. وكان يحتفل المصريون القدماء بهذا العيد اللي هو عيد الفيضان، أن يبزغ هذا النجم في مصر، ثم هذا يعني أنها مفتاح النيل في مصر. أستاذ نصر، على ما تختاروا الاسم ده قعدتوا كتير
لا والله بالصدفة أنا كنت في أنا بشتغل مرشد سياحي فدخلت في الأصل حضرتك كنت مرشد سياحي لا ولا زلت. دخلت في مقبرة اسمها سنجم اللي هو كبير الفنانين في الدير الغربي في الأقصر ولقيت منظر حقول الإيارو أو الجنة ووجدت فيها الجنة المصرية في تصور مصر القديم نهر النيل والأرض السوداء كمت ورأيت شجرة النخلة والجميزة بدأت أدور قلت ليه الجميزة موجودة هنا فلقيت بعد كده إن هي شجرة البعث والخلود والحضارة المصرية أساسها فكرة الخلود عشان كده المصريين عملوا الأهرامات حضارة غير تدميرية ولكن حضارة هذا الفرق ما بين التقدم والحضارة أن هذه الحضارة يعني دعوة للحياة وليست لل... أنا 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 مبسوط كمان بال... ب... بأن أنا معايا فنان ومرشد سياحي في نفس الوقت يعني الميكس ده رائع. طب يم تربية رياضية دي خريجة التربية الرياضية المنيا صح كده؟ ايه النقلة او اللي هو كان متزامن ده مع ده ما بقى لا يعني انا في نفس الوقت اللي كنت بدأ كنت بلعب فن كنت بلعب مسرح ما كنتش بعرف مسرح كمان مش تمام اخذت في شباب الجامعات اول من تمثيل بس انا ما كنتش اكتشف نفسي يعني ان انا بغني بس اكتشفني نصر النوبي بالصدفه البحث هو في واحد ما يعرفش ان صوته حلو طب انا هغني لك دلوقتي بقى و... كل انا متخصص في تعليم الكبار انت تعرف طلعت من اي صوت غراب زي حالاتي كده لا لا, لا 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 صوتك جميل بالمناسبه الله يبارك لك ربنا يخليك في صدق ان انا اتخذك صديق ده يشرفني بالمناسبه لو عايز تتعلم جيتار في اسبوعين فاكر الكتاب كنت اشتريه زي لا تعلم ايوه علمني بتاع الرصيد ده كنت بجيبه ومفيش حاجه اللي هو في اسبوعين يم اتعلمت الجيتار فعلا في مده بسيطه في شهر ونص والنبي ده انا معاك 6 شهور مش شهر ونص بقى 6 شهور والله هتاخد في دي غلوه شهر خلاص يا معلمين احنا هنرتب قاعده عشان نتعلم احنا هنعلم كل شله المعلمين يعني ده يشرفنا والله ونتعلم منهم برضه طيب احنا هنكمل دردشه ولكن ندخل على ارض المعركه بقى يلا سمعوني ايه حاجه كده دعوه للامل والتفاؤل الله محتاجينها جدا عظمه على عظمه على عظمه وبتقولي ما كنتش عارفه ان صوتك حلو ما كنتش عارفه ازاي مش بتغني مع نفسك كده قدام الدنيا خالص يا ام بغني في المسرح بس ما مش ما اعرفش اني كده يعني لا احسنت والكلمات كلمات مين ناصر النوبي يا سلام استاذ ناصر استاذ ناصر انت فكره الغنى الواحد يعني الغنى اللي بيقولوا عليه التجاري الكوميرشال ما بيبقاش كده ما بيبقاش السكة دي احنا عارفين السكة اللي يغني هو معروف 3-4 سكة اللي يروح ما يرجع يعني هو بنمسك الأعضاء الحقيقة العينين والودان والصوابع هو ده زي ما يقولوا عليه اللي بيجيب فلوس بقى ويجيب مشاهدات والحاجات دي اللي حضرتك بتغنيه أو اللي حضرتك بتكتبه وبتغنوه ده اللي هو بعوم عكس التيار شايف ان جمهوره كبير ولا جمهور الأغاني التجارية هو الأكبر بص جمهور الأغاني التجارية في العالم واحد شبه بعضي حتى يعني في أوروبا في كوميرشال سونجز بس برضو في نفس الوقت في سوق تاني للأغاني ديت يعني هو حالة الخلل الموجودة إنه مفيش توازن ما بين ده وده يعني برا في كل الكوميرشال وفي كل الأشكال اللي تتخيلها وأكيد كل هم قالوا إن بعد الثورة فكرة الغنى المستقل والفرق المستقلة وكل المسميات بقى الأندر جراوند وكل ده بدأ ياخد وضعه شايف إن ده حصل ولا برضه لسه؟ لا حصلت ردة لأنه قبل الثورة احنا كنا من بقول لك من 2003 حضرتك منعك انا طلعت من تحت ايدي 4-5-6 فرق مستقلين تمام. ما شاء الله عليهم يعني مكسرين الدنيا كانوا قبل الثورة المشكلة انه حصل حالة توازي مع الثورة والفعل تمام انه هذا التوازي ما حصلش تلاقي كانت هي ثورة شباب وبعدين ما بقتش شباب تمام بالرغم ان هما الشباب دول 60% من البلد صحيح فهو ازاي انت هذه القوة الفعالة كان من الممكن انه تبقى اغنية بديلة لانه الساحة الفنية الموجودة تمام الستارز الموجودين في حالة تآكل تمام طب مين من الفرق اللي موجودة في الفترة الحالية استاذ ناصر شايف ان هي فعلا بتقدم حاجة وبيعجبك اعمالهم والله بص في فرق كتير تمام انا بحب فريق كاميرا باند بس مش عارف هما فين دلوقتي تمام وكانوا معانا في مهرجان الغرداء الروسي وغنوا معانا ورقصوا معانا على اغانينا المشهوره زي جناب وكراستيفال
ودول شباب كان بيلعبوا روك جامد جدا. معرفش هم فين. أنا فعلا أنا نفسي أتعاون معاهم لأن هم مزيكاتية شاطرين قوي. طيب إحنا قليل من الكلام كثير من الغناء. بعد فك رموز هنسمع إيه؟ هنسمع حاجة ممكن هي مش كوميرشال بس برضو فيها غزل وفيها وكله هنا وكله فن. إحنا يعني كل أشكال الفنون هي بنحترمها وبنقدرها جدا. فضل. هنسمع أغنية حبيت وأنا مش واخد بالي. ماشي. لأن الشعراء بيحبوا على روحهم. تقدر. لا بس هو الواحد لما بياخدوا الانفعال والاندماج الأغنية مش عايز أقول الأغنية صعبة. وبعدين الأغنية على مستوى الأغنية لو أتكلم عن الأغنية هي عندها ثلاث نقلات مختلفة. يعني دايما متعودين في الأغاني العادية أن أنا يبقى عندي كوبلي وبعدين بردده وبرجع تاني نفس الشكل نفس الإدليب. وما شاء الله يعني أنا مش بحسد يعني بس صوتك ما شاء الله قوي. يعني إحنا عمالين نوطي المايك عمالين ادينا بس حتة ريفيرب بقى. حاضر انا الاثنين تحب وكوبات كركديل ان الصوت راح. الحفلة الاخيرة بتاعت عيد الحب كانت في البرد شوية. كانت في البرد. ليه ما اكتفتش استاذ ناصر بالفن وقلت خلاص كفاية سياحة نركز بقى في الفن شوية؟ والله هو السياحة انا ماشي كل ماشي في المعابد وفي الاهرامات ماشي في فن وفي حضارة هي دي اللي بستوحي منها الكتابة وبستوحي منها المزيكا. يعني الحضارة بتاعتنا العالم كله فرنسا وألمانيا وتروح كل مكتبة في العالم تلاقي الرف الأول بيتكلم على مصر. صحيح. تمام. وعمالين عشان يحافظوا على تقدمهم يقوموا بدراسة الحضارة والحضارة تاريخ المصر تاريخ مش تاريخ الحضارة هناك شتان ما بين الحضارة والتقدم. تمام. الحضارة فيها أخلاق فيها عقيدة فيها فن فيها علوم فيها كل أنواع العلوم فيها الإنسانية. تمام. التقدم ممكن يبقى واحد متقدم بس ما عندوش أخلاق ممكن يرمي قنبلة يموت ناس لكن الحضارة المصرية التقدم ممكن يكون مهلك الحضارة المصرية بنت للخلود بنت هرم بنت معبد بنت مزيكا. أبحث دائما عن الموسيقى التي كانت في مصر قديما وموسيقى اللي تعلمناها من سيد درويش هذا الوجدان المصري. تمام. غني جدا وثري جدا. جمهور جميزة أي فئة عمرية يعني في الحفلات يم قوليلي بتشوفي الجمهور بتاعك بس هقولك حاجة غريبة أوي ظاهرة غريبة جدا أكتر حاجة شدتني من جمهور جميزة أني بدخل عندنا حفلة ويبقى فيه أطفال صغيرة جدا بتكلمك من سن 6 سنين 5 سنين 4 سنين وبفاجئ ان هما الطفل ما تعرفش يعمل عليه كنترول طبعا فلما مش حاجه مش عاجباه يسيبك ويلعب يطلع يجري دول بيفضلوا قاعدين قدام الستيج من اول ما نبتدي لحد ما نخلص وبعدين يجروا ورانا انت مش هتغنوا تاني بتفسري ده بايه وخصوصا ان الطفل انت بتقولي لا بيعرف يمثل ولا يجامل احساسه هو بيور اوكي هو ما بيجاملش ما بيعرفش يجامل عارف ده ليه يعني لان الوجدان المصري وجيناته المصريه هي فن وثقافة ده موجود في جيناتنا مهما حصل من تلوث سمعي أو بصري أو أي حاجة بتحصل دلوقتي بس إحنا لو رجعنا تاني عملنا إن إحنا ابتدينا نعمل ريسايكل للطفل والذاكرة ونشبعه أنا بقول إن بعد 10 سنين كمان الوجدان الطفل المصري هيتغير ودايما انت بيبي بيطلع هيتذوق الفن طبعا 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 هي مصر دايما كده طب ما يعني هو انا معاك في ده بس انت بتعملي ده بس على الجانب الاخر في ناس بتشتغل على حاجه تانية خالص في بس لما اول ما بيلمس ده هم ما بينسوش يعني إيه لما انا بابايا الله يرحمه لما كان يقعد يسمعني ام كلثوم وفيروز وفايز احمد وعبد الوهاب وانا صغيره ما كنتش بفهم حاجه بس بعد شويه ما بقتش قادره اتذوق التلوث يعني انا صعب جدا ان انا احفظ اي حاجه من اللي طلع لكن دول بيدخلوا جواك ما صعب انهم يخرجوا فعشان كده انا بقول دعوه لكل اب وام ودعوه لكل شباب المعلمين ان شاء الله لما تتجوزوا يبقى عندكم اسره وليه لما تتجوزوا من دلوقتي من دلوقتي يبتدوا يغيروا ويسمعوا على فكره هم عندهم ده بدليل اللي حاصل دلوقتي ان ابتدوا هم محتاجين يسمعوا اكتر وده بصراحه متوقف على المنتج الانتاج من ساعه ما ابتدى بقى احيانا ممكن تغنوا في الحفلات يطلب منكم اغاني قديمه حاجات تراثيه احنا بنشتغل بيزيكلي على على التراث يعني التراث هو الارضيه اللي احنا واقفين عليها تمام بس هو في سؤال التراث بنشتغل على توظيف التراث بمعنى تمام
توظيف التراث انه انت عندك ذاكرة سمعية كتير قوي. للأسف الفترات الثلاثين اربعين سنة الأخيرة حصل هجر لمقامات كتيرة زي البياتي زي الرست زي المقامات المصرية اللي بتمثل الوجدان المصري. الوجدان المصري ده ليه دي ان ايه او ليه خريطة تم هجرها تمام. وبدأنا نشتغل على مقام الكرد فقط وده مقام عبقري طبعا اللي عامل منه انت عمري محمد عبد الوهاب. بس ما ينفعش انت تركت الحجاز وتركت البياتي والرست والعراق وراحت الارواح ومقامات كتيرة موسيقية اكتر من 6-7 مقامات غير المشتقات بتاعتها. فبقت بقى لانه اصوات اللي بيغنوا سواء الامكانيات الصوتيه نفسها امكانيات أضعف. بالرغم ان التكنولوجيا بس هي القصه التكنولوجيا ممكن تحل المشكله مريح ناس بس هو الفكره انه عبقري بفكر اجيبه في الراديو هنا احطه على صوتي بالمناسبه صوتك جميل يعني. الله يخليك والله انا بجامل والله. احنا قلنا خلاص احنا بعد الحلقه بقى خلاص الحفله الجايه بتاعتكم تلاقيني طالع معاكم انت ضيفنا الشرف ان شاء الله في الحفله القادمه. الحفله مش هيقوم لها قوم انا لا 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 في تعاون فني جميل عملناه مؤخرا مع شاعر كبير عنتر هلال طبعا عبقري عبقري ده ماله ده يعني دايما بره الصندوق بالظبط تمام. فاحنا طب هنختار ايه نختم بيه هل التعاون ده ولا هتختار في حاجات تانية كتير بس يلا ما دام قلنا عنتر فلازم عنتر يا عنتر سمعنا يا عنتر تحياتي بس الموضوع مجهد انا كنت فاكر الغنى سهل كده الواحد لا 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 هو ممتع هو ممتع عشان حضرتك كتر البكا يعلم الغنى يا ستر والعكس استاذ ناصر حضرتك شرفتني وامتعتنا ويم استمري ودايما انا بحيي الاختلاف وبحيي كل واحد عنده حاجه مختلفه ومش لازم اكون نسخه من غيري علشان انجح انتوا نجحتوا باختلاف عندنا اغاني كتير كوميرشال بس على على ابوه الحفله الجايه امتى الحفله الجايه ان شاء الله بره مصر يعني بس دي مفاجاه طب لا انتوا لما تبقوا جوه مصر قررنا الطفشان ليه بس البلد دي حلوه والله حلوه طب خلاص خلاص وانا مستني المناسبه هو دايما عنده مقوله بحبها ان العالميه من مصر نجيب محفوظ ما اخدش العالميه غير من مصر صحيح. وهو مصر على ده كل ما يسافر يرجع بعد شهرين لا احنا منتظرين الحفله اللي جايه وان شاء الله دايما موفقين شرفتوني ان شاء الله هناخد نعمل حفله في الاوبرا عايزين ميعادها اول ما يبقى جاري التاكد على طول شكرا احنا سعدنا جدا بيكم وصباح الخير على كل المعلمين سلامنا كل المعلمين والمعلمات